قلبي موجوع على زوجي الذي لا أتحمل رؤيته هكذا. لا تجد المرأة الكلمات التي تعبر عن عمق وجعها، مكتفية بلا إله إلا الله محمدا رسول الله. إليكم قصة محمد الناجم من تمن راست. ونشوفو يتكود، نحس بقلبي، كنحس بوجع قلبي. وأولا صح ناس، كاين ناس الخير إن شاء الله يعاونوه، تولاو البلاد العواء يعاونوه. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. و توجهنا لبلدية إنغر التي تبعد عن مقر عاصمة الولاية عين صالح بخمسة وستين كيلومتر، أين وقفنا على حالة حادقي محمد الناجم، مأساة فقر ومرض وحرمان. أنا كي مشيت أول خطرة لتونس، مشيت كانت عندي لاطاسيون في عيني. كي مشيت لاطاسيون في عيني داروا لي علاج، هبطوا لي لاطاسيون تاع عيني، حبست صاي ما بقاش لاطاسيون. ومن بعد بديت كي تفقت ليا بديت نجري باش ندير، كرجعتين باش ندير قرنية، يعياو يجرو يديروا منا يديروا منا. قال لك الله غالب يا ودي، هذه الحالة ما قدرناش عليها، عندك العروقة شوية ضعف ولازمك تروح لتركيا باش يقدروا يزرعوا لك قرنية. كي بعثت الدوسي نتاعي لتركيا رجعوا ليا باللي الحالة نتاعي قدروا يديروا لي عملية وكل شيء، بصح التكليف اللي قالوا لي واحد 150 مليون. 150 مليون أنا الله غالب حالتي ضعيفة، ما عندي كيف نجيبها هذه الشهريه هذيك، يعني 18% ما مع الدار مع مصاريف مع تريسيتي مع الغاز مع هادشي هذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما قدرناش. الى واحد النهار فتحت الروكر، فتحت الروكر الريحه هذيك ضربت لي في نيفي. ايه بدات تروح لي الشبكيه نتاعت عيني هذه بلا نشوف بها. مشيت نجري، رحت للواد درت عملية وصدقت وكل شيء، وليت لاباس عليا كما العادة. ومنها ولات تفلقت لي الأخرى القرنية نتاعتها، راقد في رقادي. كي جيت نايض الصباح لقيت القرنية فقوسة وهابط لي الماء نتاع عيني وكينيا. اضطر الأطباء لاقتلاع عينه اليسرى بسبب الألم الفظيع المستمر الذي أبى أن يزول، وتركيب عين زجاجية. وها هو المرض يكاد أن يعيد نفسه مع عينه اليمنى لا قدر الله. أنا حرقي محمد ناجم من ولاية طمراس، ساكن بدائرة شينغر، نعمل في التكوين المهني حارس. وكنت أول خطرة زعما لاباس عليا نمشي بفيلو عادي، ما عنديش مشكلة كاع. وكنت زعما هذيك أنا مع الطب، نمشي ونجي مع الطب على عينية. ومن بعد كي درت عملية في ورقلة مع طبيبة روسية، مشات كي بغات دير لي العملية الثانية، سما قالت لي صادقة إن شاء الله بغات دير لي العملية الثانية، كملت الكونترا نتاعها مع الجزائر. مشات هي للروس وقعدت زعما أنا نجري ومن نتبع في الطب ونتبع كذا في طامراس. العين خلاص ماتت العين. كي ماتت العين قال لي شدت لي نص راسي، قال لي لازمك تنحى العين هذه وباش تهنى من المرض ونركبوا لك عين قزاز. ايوا نحيتها، ما فوت تمري لله ونحيتها وركبت عين قزاز وقعدت نورمال نمشي عادي بعيني هذه. هو الان بحاجه لمبلغ مالي لاجراء عمليه جراحيه على مستوى عينه اليمنى التي بقي فيها بصيص امل لتعود للرؤيه من جديد وانقاذه قبل فوات الاوان. وهو اليوم يناشد المحسنين لجمع المبلغ لإجراء عملية جراحية في تركيا لعلها تضيء حياته من جديد. عاونوني المحسنين يجزيهم خير وبارك الله فيهم. واحد وصلت لي واحد قلت 90 مليون هكا وصلت. ايوا والحمد لله. والناشد المحسنين اللي قادر يودي باش كامل الحال يعاوننا باش قدروا مولانا. وناشد وزير الصحة وسيد الرئيس والوالي والمير وكاع كاع مادا بيا يوقفوا معايا. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكر قناة النهار
وصحى ونشوف وانا من يمشي للخدمة بدا بين السلطات يعاونونا.